تمكن قطاع الأمن الوطني من قتل 12 من العناصر الإرهابية بالعريش في تبادل لإطلاق النار. ففي ضربة أمنية مزدوجة تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش، حيث قامت قوات الأمن باستهدافهم وبتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 7 منهم. كما تم تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتم تحديد وجود 5 منهم شمال الطريق الدائري، وتم تبادل إطلاق النار معهم، الأمر الذي أدى إلى مصرعهم. وعثر مع كل تلك العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية ومن الذخائر والعبوات الناسفة.